حطيت شويه دلوقتي سبقت، لان طبعا البصل بياخد وقت طويل عقبال ما بنديله على النار مع زيت الزيتون. كل عملته حطيت زيت الزيتون، حطيت البصل وبدات اقلب فيه اقلب فيه لحد ما يدي اللون ده، وحطيت شويه سماق بس ما حطيتش كميه السماق كلها، فانا مستنيه شويه وهحط. حطيت طبعا رشه الملح لكن ما ضفتش فلفل. هفضل بقى اقلب فيه على النار كده لحد ما يوصل للمرحله السوى دي. وبعدين الفراخ انا سلقتها السلق التقليدي بتاعنا خالص، لازم احط لها بصل، جزر، لو عندي عود كرفس هحط لها، احط ملح وفلفل، هحط طماطمايه، هحط ورق لورا، حبهان، مستكه، لازم انكه الشوربه بتاعه الفرخه اللي هتتسلق فيها. هاخد الفرخه دي هبدا اقسمها، ويا اما تتقدم اربع ربع الفراخ اربع على العيش مع الصوص ده من فوق وتدخل تحت الفرن تاخد لون كده حلو، يا اما في طريقه تانية ان احنا نفصص جزء من الفراخ ونعملها زي الساندوتشات، تبقى لقم يعني زي الشاورما بس بين العيش وبعضه كانه طبقات، فاللي بيقطع لقمه هما بياكلوه دايما بالايد، فلما بيتقطع لقمه يبقى جواها الفراخ وجواها الصوص وجواها كل حاجه ويتاكل على طول، فاحنا نقدر يعني ايه نبدع في تقديم المسخن الفلسطيني. طيب خليني برضو اقول لحضراتكم عشان انا هبدا انا شغاله فيه وعشان سلقه الفراخ وبدات اسوي في البصل. بصوا بقلب بقى البصل كده من وقت للتاني اهم حاجه، وبعدين هضيف عليه شويه سماق. خليني احط بقى ايه رشه الفلفل، احنا فين بتاعه الفلفل اهي، واخد من هنا الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، كده حاضر، رشه فلفل، رشه ملح خفيفه، هدوق كده، وبعدين باقي السماق هحط شويه كمان. اكلاتهم جميله جدا، ليهم اكلات تحفه، والحقيقه كانت اما بيجوا هنا بياكلونا حاجات حلوه قوي من ايديهم، بجد انا بحب اكلهم قوي، في كده بعض البلاد اكلها بيبقى حلو جدا، فبنبقى سعداء جدا ان احنا بناكل حاجه مش بتاعتنا يعني، بس طعمها كمان حلو.